تقديم الضرب عليه أمام بيته. هذا رسالة. هذا هل معناته أن بالفعل لم يعد هنالك حيبة للقانون؟ البعض اعتاد على أنه يسكت ضعيف، لكن احنا نقول لك هذا قال له موقف ضعف. راح نرد عليهم وراح يشوفون. قلت لك سوء المنقلبة كآبة المنظر. صدقني انطر وراح تشوف. واللي جيت واللي بعيش كان بيشوف. ما نسمع. افتح ملفات جنازير وشوفهم على اي اساس. هذا من؟ علمنا هذا الكوتين ولا مو كوتين؟ هل لهم ملفات ولا ما لهم ملفات؟ لا تقول لي اصبحوا جيل ثاني وثالث. يا ابو العيد. اكد لي افتح ملفات. شوف لي. عند الجنسيه. اذا كان كويتي حقيقي واصلي شنو هالثقافه؟ منين جت لك؟ منين جت هذه الثقافه؟ مو ثقافه. مو لهجه. مو اسلوب. مو حياة الكويتيين تكون بهذه الصورة. الناس كل مالها تتغدر واحنا كل مالها نتأخر. ليش؟ في كل المحافل في كل الميادين رجعنا ورا. ابو العيد اخذ اتصال اكمل الحديث. من معانا؟ عمتي فتوح الوزان مساك الله بخير حياك الله. بخير يا انا طيب شلونك امي؟ الله يسلمك. هلا عمتي شلونك؟ الله يعافيك. الله يسلمك. منور سجل فيك وفي ابو دعي. الله يسلمك. ابو دعي معك حياك الله. تفضل ابو دعي. حياك الله يا ابو دعي. حياك الله. حياك الله شرفنا يا ابو دعي. انا مستعين استاذك. وانا برشحك ان شاء الله صوتي لك من 2000 ضمنا وكل صديقاتي. والله ما هي غريبه عليك يا بنت الوزان. انتم عندكم من اول شهداء معركه الرقه اللي انتم نجم الوزان عندكم. واعتقد محمد الشمالي كانوا اول شهداء في معركه الرقه. وانا اهلك اهل الكويت. عسام الطويل. احنا وزان الفيحاء مثل ما انت عارف منكم وفيكم. وصوتي لك من 2000 وكل من يعز علي بصراحه. ان شاء الله يحفظك. واذا فيها خير الله يقربها واذا فيها ان شاء الله الله يبعدها. هو بطلبك طلب يا ابو دعي. كامرين ما تطلبين انت. ما نبي المشاكل اللي صارت تنعاد.